رمضان الخير جاي وجوائز كاش حكاي. رمضان الخير جاي وجوائز كاش حكاي. مع النجوم نسال هموم، لعبوا ربحوا تسلاي. أكثر من شي 500 مليون. مع حزورة يومي نتلاقى بالسهري. مع حزورة يومي نتلاقى بالسهري. شكرا وسيف معهم ضيف حزورة نظمي ونظمي. شكرا وسيف معهم ضيف أحلى لمة سوري. حلقة جديدة من برنامج كاش مع النجوم مع سيف سباعي. شكرا مرتجى. ما رأيك؟ دعم فضلك؟ شو هاد؟ شو هاد؟ اي والله شو هالالوان الجميلة هي؟ هذا الأستاذ فادي عبديتش. ايوه نعم نعم ما شاء الله حولك. مكياج وشعر مثل العادة رامي ونهى و... وال مو مجوهر مجوهراتي سيرفر لازورت. ما شاء الله ما شاء الله حولك ما شاء الله حولك. كل يوم من ديري منين بنلحق لما بنعرف. مساء الخير ومساء النور لكل اللي عم يتابعونا بحلقة جديدة من برنامج كاش مع النجوم. اليوم بانتظاركم ألعاب وتحديات وجوائز ونجمة كتير بتحبوها وأكثر من 10 مليون ليرة كاش. لو تعرفي قديش متشوق. شوف نظمي شو اختار سؤال اليوم. حاسس اليوم رح يفشلي قلبي بقى. أنا بتوقع وبتمنى وبقول إنه قلبك ما رح ينفش يا سيفو، والدليل هلأ بس نشوف شو صار بين نظمي ونظمية اليوم. هات لنشوف شو صار لك. يلا سيفو وينو؟ في الوطن الذي تنفجر فيه الينابيع من البحر وتكون صفائح صخر مجرى الأنهار. في هذا الوطن أنا بلدتي رأت عيناي النور. لقنتني أمي أغاني بيبلوس الكئيبة كالسحر الأول. عبدت عشتار في قبرص غنيت حبي كما هو. بلى قضيت عمري سعيدا. يا سلام على الإحساس. أعجبت فيني تقبرني ما هيك؟ عم بحكي عن إحساس الشاعرة وعن إحساسك نظمية. إيه فهماني عليك. إحساس بلدتي بيشبه إحساسي. يا لطيف شو بنشبه بعض. نفس الإحساس أبدا قطع منطق. تعرفي إني مبسوط أنا؟ مبسوط مني تقبرني ما؟ ايه نعم مبسوط لانك انتي صايرة عم تجتهدي. يعني السؤال حرضك وخلاكي تروحي تعملي بحث وجبتي شعر وعم تقري. فكرت انك مبسوط مني لاني عم بعرف اقرا شعر لانه ألقيته بطريقة كويسة. هيك فكرت. هلأ ألقيتيه بطريقة كويسة هي شغلة تانية. مشان هيك انا اليوم محضر لك شغلي على كيف كيفك. ايوه بلاقيك لقيت لي شغلة هي الآيباد هيك شغلتك وعملتك. لك منيحة هيك منطلع السؤال صح وبقول لك يا صح مشان ما خربط فيه أبدا. دخيلك شو هو السؤال اليوم؟ آها اليوم بدي أسألك عن فيلسوف سوري فينيقي ولد في مدينة سيتيوم في جزيرة قبرص
انت بتعرفي انه قبرص كانت من اراضي سوريا ما هي؟ لك عن انا اللي بعرف، انا بعرف كل شيء، معلوماتي العامه كثير منيحه. ايه ما شاء الله حولك شو بتعرفي. اسس مدرسته الخاصه في اسنا 300 قبل الميلاد، وبدا يعلم فلسفته بمنتدى للادباء والفنانين يسمى الرواق المدهون. دعي تلاميذه بالرواقيين نسبه الى الرواق الذي كان مزين برسوم ونقوش من اعمال الفنان السوري بوليقنوت. تعتبر فلسفته من أعظم وأنبل ما أبدعه العقل في ذلك الزمان. كان يقسم الفلسفة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، هي المنطق، الطبيعيات، الأخلاق. وأدخل في الطبيعيات ما سماه مباحث الوجود. مطلوب؟ المطلوب أنك تعرفي مين هذا الفيلسوف، وراح أعطيكي احتمالي. أعطينا. الإجابة رقم واحد هو زينون الرواقي، الإجابة رقم اثنين الفيلسوف المعروف أرسطو. رح حرك جسمي شوي لبين ما تفكري انت، بعرفك بتحبي تفكري لحالك لانه ايه. ها ايوه يا عيني عليكي، وهي الموبايل مشان اكون بالسليم. ايس ايس السلام عليكم. ايه الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله يا ناس لا تؤخسوني، بعرف عذبتكم معي كل هالايامات، بس معقول تتركوني باخر كم يوم؟ قرب العيد وبلا ما اتشنطه تخليني ببيتي ملكه؟ برايكم شو الجواب الصح؟ واحد ولا اثنين؟ معقول نظمية تقدر تجاوب على السؤال؟ والله سؤال من كعب الدست، فيلسوف ومدري شو، والله شغلة صعبة. هلأ إذا أنا سألتك سؤال وقلت لك معك من هون لآخر الحلقة وممكن تربح نص مليون ليرة كاش، إذا بتجاوبني صح بتجاوب ولا ما بتجاوب؟ والله بجاوب، بجاوب نص كمان. معناها لا تأكل هم، كتار اللي رح يجاوبوا على سؤال نظمي ويبعتوا الجواب الصح على الرقم 1000 من أي خطير يا تيل، ويساعدوا نظمية كالعادة وتدخل أرقامهم على 3 صحوبات كل واحد منهم على نص مليون ليرة كاش. الليالي مر علينا تمر علينا، والسهر جرح عينينا جرح عينينا عالحبايب للهوى رحنا اشتكينا، انتو معنا يا ترى ولا علينا؟ عالحبايب للهوى رحنا اشتكينا، انتو معنا يا ترى ولا علينا؟ ما رح نطول اكثر على المشتركين، رح نلعب معهم هلا لعبه ضربه حظ. نعم لعبتي المفضلة. هاي لعبتك المفضلة. أول متصل نقال كمبيوتر بإشراف المؤسسة العربية للإعلان واتصلوا فيه الشباب وصار معنا على الهواء هو مين معنا؟ مرحبا. مرحبا أستاذ سيف. أهلا وسهلا. الله يعافيك. مين معنا؟ كيف العام وأنت بخير؟ أنت والمهندس شكرا. وأنت بخير يا رب. معك عبد الرحمن محمد المقدار. أهلين يا عبد الرحمن، كيفك شو أخبارك؟ يسلمني الحمد لله. منين عم تحاكينا عبد الرحمن؟ من دمشق بالمسائل. من وين؟ دمشق بالمسائل. من دمشق يعني من هون يعني قريب علينا يعني. ايه جارك يعني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جار ولو جار. أهلا وسهلا فيك. مع... أنت ومين عم تحضرنا؟ أنا والعائلة والله. كتار العائلة؟ يعني شو تسبب لك؟ يعني إذا قالوا كاش مع النجوم بصوت قوي بتطلع قوية ما؟ طبعا. هات لنشوف. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. كاش مع النجوم. يا سلام. يا سلام. مسلّة ميلكمان جهزت وعم تتضبضب هلأ ورايحة باتجاهك. هلأ بدنا نشوف حظك قديش بده يمكن يعطيك بضربة هالحظ. لما بدك تنقي لنا يسار من واحد لستة بنشوف وين بدك. في مجال غنى استاذي؟ شو في مجال شو؟ اغنية اغنية. بدك تغني؟ بدك تغني؟ ايه بعدين؟ غني هات لشو؟ وقفت عليك كل الناس عم تغني.
غني لشو؟ يلا اسمك يا بلادي يا شمس المبتدي كمالي ولو كان على حبك ما تحبي لا 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 يعطيك العافية يعطيك العافية يلا شبك شو هلا بدي ربع بس لنعرف قديش بده يجيب ضربة الحظ ايه لك لساته معنا ولا راح معك عبد الرحمن ايوه انت رحت فين عبد الرحمن معك انا استاذ هو بتعرف شو صار سيف من كتر ما صوتك ما شاء الله حلو ما عاد تركز ايه فتت بالهيط حير طيب عبد الرحمن هلا هلا أيوة. هاي الغنيه بحاسبك عليها بعدين هلا زدت لنا نقينا رقم لحتى نشوف وين بده يصير من واحد لسته يلا شو يا رقم خمسه يا عبد الرحمن طج وين راح هالخمسه؟ طج رجع رجع 250000 250000 لحظه 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 لا 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 تنفعت 250000 ولانه غنى لنا غنيه وكان متحمس انا شخصيا راح اساويه 300000 300000 ليره هلا معنا اتصال ثاني بنقول الو الو مرحبا مين معنا هلا هلا ابراهيم ايوه اهلين يا ابراهيم انت من وين عم تحكينا يا ابراهيم حمص قد حمص اهلا وسهلا انت ومين عم تحضرنا انا و كل عام وانتم بخير انت بخير يا رب طبعا بتعرفوا كلياتكم انه بكره اليوم من 30 المتمم لشهر رمضان المبارك يعني بعد بكره هو العيد الفطر وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين انت سالم مع مين عم تحضرنا انا ورفقاتي انت ورفقاتك انت شو بتشتغل نعم شو بتشتغل الو الو شو بتشتغل ما سمعتك شو قلت بالزراعه بالزراعه ايوه شو زارعين هالفتره شو في زراعه هالفتره زيتون عنب مشكل يعني مشكل طيب هات لنشوف حظك بهالزراعه المشكله اذا بتنقي لنا رقم من واحد لسته قديش ممكن تربح معنا سته ايوه سته لنشوف وين رايحة الستة والله منيحة شكلها على 500 عندي جاي إحساس جاي 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 يي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 
هون؟ 300,000. 300,000 ليرة، مبروك. رابح جديد ومتصل جديد، مين معنا؟ الو مرحبا. اهلا وسهلا. هلا يا خي. اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك وائل بعشرة. وائل. وائل بعشرة من السويدة. وائل من السويدة، وائل ابو شو؟ وائل ابو عشرم. ابو عشرم. ابو عشرم من السويدة. اهلا وسهلا بخي وائل ابو عشرم من السويدة. تقربك ناسي عشرم؟ ابو عشرم هو مو ابو عشرم بالسويدة. ما بتقربك ناسي. اهلا وسهلا، في بيت ابو عشرم بالسويدة يا خي؟ هلا. خي انا؟ هلا في. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حي الله حي الله. حي الله يا حي الله. كيفك؟ كيفك يا خي؟ مريض؟ عساك بخير؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. شو مريض يعني مرتاح؟ هيك هيك بيقولوها بالسويدة. هلا الدنيا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. ان شاء الله كل عام وانت بخير يا رب. انت وين عم تحضرنا؟ صار من اول الحلقة عم حضرتك. شو قال؟ وائل انت وين عم تحضرنا؟ أبحضر أصلي عن أولادي وبيت خيي وعيالي وخيي. أكثر يعني أنتو كثار؟ أبحضر أكاني وعيالي وبيت خيي وخيي. إيه كثار يعني كثار كثار أنتو. كثار أنتو يعني. يلا قلوا لنا كاش مع النجوم هيك قوي. خليها تطلع قوي. الحمد لله. إيه الحمد لله قلوها. اسمعنا من السماعة يا وائل. اسمع النجوم. واحدة تانية، واحدة تانية مع بعض كلكم. بيصلتن وقت بدق حدا من السويدة زين. واحدة تانية. واحد، اثنين، ثلاثة.
تمام، سلة ملك ما صارت بطريقة على السويدة يا أخي، وهلق بدك تنقي لنا رقم بين 1 لـ6 لنشوف قديش بيطلع لك مصاري. طيب يلا يلا ايه نقي ها؟ اي رقم؟ 4 يلا يا رب يا رب. 4 ايه 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 300,000 ليرة. هل لدينا اتصال آخر؟ نعم لدينا. أعطنا إياه. ألو 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 ألو. أسعد الله مساك. مين معنا؟ مساء الخير. مساء الخيرات والليرات. كيفك مدام سترين؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ والله الحمد لله. كيفك أستاذ سترين؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بالصوت الناعم هذا الرقيق. أنت سالمة؟ أنت سالمة يا رب. من وين عم تحاكينا؟ وطي التلفزيون اسمعينا من السماعة. معك يلا. منين عم تحاكينا؟ من حمص. من حمص، أهلا وسهلا. اسم الاسم الكريم؟ آثار نادر الإبراهيمي. آثار آثار؟ اهلا وسهلا يا اثار. مع مين عم تحضرينا؟ مع زوجي وبنت عمي. زوجها وبنت عمها. ايه مين سماكي اثار؟ يعني في سبب لتسميتك بهالاسم؟ نعم. يعني ولدتي بتدمر لحتى سموكي اثار؟ عم اقول لك ولدتي بتدمر لحتى سموكي اثار ولا بالمتحف الحربي الوطني؟ ما عم تسمعنا منيح آثار. آثار احنا ما بدنا ما بدنا ما بدنا آثار. سموني آثار. آثار تدمر. شو؟ سميني آثار تدمر. آثار تدمر سمينا فعلا. ايه طبعا. اكسفولي اكسفولي آثار تدمر. يا ريت السؤال لنظمية حتى تشوف قديش شافتها. ما شاء الله حولها شو ذكية. طيب يا آثار نقي لنا رقم من 1 لـ6. آثار وبنتي يا استاذ سيف. انت سترام. ايه شو اسمها بنتي؟ شو اسمها بنتي؟ سوريا. سوريا يا عيني على الاسم. شو حلو يا عيني يا عمري. ليكي هي دغري دغري سوريا لحالها رح تربح 100,000 ليرة. هاي سوريا لحالها. يلا يلا هلا سوريا صارت ربحانه 100,000 وانت خلينا نشوف قديش رح تربحي. ايه تمام. 60 نقلنا رقم من 1 لـ6. يا سلام كاش معنا. وسلت ميلك مان رايحة هلا رايحة على 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 يا سلام. موتي موتي. يلا نقل رقم 3 لأنها 5 في رقم 3. 3 يلا على كنسي رقم 3 لأنه برافو عليك. وين هي هون 3 لا تخجلينا. 3 200,000 ليرة مبروك. ومية لسوريا يعني 300,000 طبعا. قد دعوناك وإن لم تسمعي. يا للا يا ليل يا للا يا للا للي. متصل جديد ورابح جديد معنا بهالفقرة. أي مرحبا. أصلا ترسك مام هي ما أنا مصدق أنت يجي بكرة. ما أنا مصدق أنت يجي بكرة. مرحبا مين معنا؟ مرحبا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك غطفان حليم. غطفان حليم. أهلا وسهلا يا غطفان. كيفك؟ أول شيء تحية للأستاذ زيف. تسلمي. تحية شكران. وتحية لروح والدك الله يرحمه. تعيش الله يخليك. شكرا لك. تسلم تسلم. والحلاوة باتصالكم اليوم انه اجى على عيد ميلادي. عيد ميلادك اليوم ان شاء الله. كل سنة وانت سالم. انت سالم. شكرا لكم. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي. تعال شوف عيد ميلادك غير سلة الملك مان اللي رح نبعث لك ياها هلا بما انه عيد ميلادك.
رح نشوف نبعث لك مشان تاكل لبن بعيد ميلادك. بدنا نشوف شو قديش رح يجيك مصاري. طيب. وفي لك هديه خاصه مني بعد نشوف قديش رح يجيك. طيب. نقينا رقم من 1 لـ6. 5. هدية عيد ميلادك إن شاء الله يكون عيد ميلادك 300,000 ليرة. وبما أنه عيد ميلادك اليوم أنا رح ساوي لك ياهن 400,000 ليرة. مبروك. هلأ نحن رح نروح على فاصل وراجعين. هلا رح نلعب مع المشاركين لعبه انت وحظك، لعبه الاسئله الصعبه جدا اللي ما حدا بيعرفها بالعاده ونحن بنساعده كثير ليعرفها. فرح ناخذ اول اتصال معنا. مرحبا، مين معنا؟ الو الو الو، اهلا وسهلا، مين معنا؟ جودة خليل. اهلين يا جودة، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام يا هلا. منين عم تحاكينا جودة؟ من حلب، مخيم النيره. من حلب، اهلا وسهلا فيكم باهل حلب. انت فلسطيني؟ من مخيم النيره. فلسطيني يعني ولا لا حلبي؟ اهلا وسهلا فيكم استاذ شيخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وطي 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 صوت التلفزيون. شكرا. نعم؟ ايه؟ وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون يا جودات. جودات فلسطيني فلسطيني. ايه ايه ايه. اهلين خيا. اهلين خيا. اهلين خيا. وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. لا فلسطين. لك فهمنا اهلين خيا. وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. وطيته. ايه وهلا وطيته. شفت لما صرت ترد علي دغري صرت وطيته. كيفك شو اخبارك؟ كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. امورك تمام؟ والله الحمد لله بخير. هلا خيتك شكرا رح تسالك سؤال صعب، واذا جاوبته صح رح نشوف قديش رح تربح مصاري. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا رب. ايه ايه نقي له سؤال. نقيت له سؤال. اكمل المثل اللي التالي، اللي ايده بالمي مو مثل اللي ايده. والله ما عم بسمع الصوت مزبوط. اكمل المثل التالي، اللي ايده بالماي مو مثل اللي ايده. نعم تفضلي. مثل مو مثل اللي ايده بالنار. يا سلام عليك. طيب هلا بما انك يا جودة عم تسمعنا منيح، نقينا فانوس من هالفوانيس الستة لنشوف قديش رح تربح معنا. هلا بعد ربع ساعة بينقي لنا. هلا بيقول مو مثل اللي ايده بالنار. هلا ثلاثة. ثلاثة على رقم كنستك. ثلاثة على رقم كنستي. 300,000 ليرة. سيف كثير عم تحكني ايدي شمال، شو يعني؟ بدك تدفعي. يعطيك العافية. فكرت بدي اقبض. اتصال جديد، بنقول الو. الو. ايه مرحبا. يا هلا. هيك خليني اكابري شوي. مين معنا؟ مجد الدين عبد السلام. مين؟ مجد. مجد الدين عبد السلام. اهلا وسهلا يا مجد، من وين عم تحاكينا؟ من ريف دمشق. من ريف دمشق يعني هيك؟ مو؟ ايه من ريف دمشق. ايه اهلا وسهلا. مع وطي التلفزيون من الاول. هلا استاذ. ايه مريضنا دخيل قلبك. مع مين عم تحضرنا؟ انا واخواتي. بدكم تقولوا كاش مع النجوم؟ ايه اكيد. يلا كم واحد انتو؟ نحن 4. يلا يلا فرجونا.
يلا اكيد اكيد استاذ. واحد اثنين ثلاثة كاس النجوم. يلا كاس النجوم. يلا هاي سلة ميلكمان صارت باتجاه سلة جرمان. ميلكمان وهلا حيحزرك سؤال استاذ سيف وبدك تجاوب عليه اكيد وبتربح. سمعاني منيح؟ شفت مالك موطي صوت التلفزيون يا مجد؟ اكيد وطين لصوت التلفزيون. ايه اكيد وطوه نطوه. لا لا بيجي والله لانه هن بيكونوا اللي قاعدين بدهم يتفرجوا فبيعلوا صوت التلفزيون. صح صح صح. هو لحاله بيكون عم. يلا استاذ هلا عم تسمعني منيح؟ عم تسمعني منيح؟ ايه اكيد استاذ. اكمل القول التالي: من طلب العلا من طلب العمر. ايه اكمل شو من طلب العلا. العلا مو العمر العلا. من طلب العلا طلب العلا. ايه شو كمالته؟ سهر للسحور. و سهر بنهار ولا سهر الليالي؟ الليالي مضبوط. شو ها؟ سهر من طلب العلا سهر الليالي. الله اكبر عليك. يلا نقي رقم نقي رقم. نقي لنا فانوس لنشوف لنشوف قديش رح تربح مصاري. معلم يلا رقم اثنين. اثنين تلاتمئة ألف ليرة مبروك. رابع الأخير بهي اللعبة. مرحبا مين معنا؟ نعم أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك جهاد عبدو مصطفى. جهاد كيفك يا جهاد؟ والله الحمد لله الله يسلمك. منين عم تحاكينا؟ نعم منين عم تحاكينا جهاد؟ والله من صافيتا. من صافيتا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بس وطينا صوت التلفزيون واسمعنا من السماعة. يلا ماشي احسن يعني. ونحن بنطلب من كل المتصلين اللي بنكون معهم على الهواء انه يوطوا صوت التلفزيون وقت بيحكوا معنا لانه في ديلي. هذا الديلي بيلبككم وبيلبكنا. بس مشان الشباب يساعدوني. شو عفوا؟ مشان الشباب معك حق. مشان الشباب اللي عم يحكوا مدام شكران. هلا 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 والله وجهك منور الحلقه. لك انت اللي منور بس وطي التلفزيون. هذا لا يمنع انك توطي صوت التلفزيون وبعدين بيحضروه على اليوتيوب الشباب. يعني شكراً. ايه يعني حبيب قلبي. يلا طيب هلا شكرا. رح تسالك سؤال واذا جاوبت عليه صح رح نشوف قديش رح تربح مصاري معنا. يلا يلا. اديبه سوريه. اديبه سوريه غاده السمان ولا غاده شعاع؟ والله ما لي فهمت. كاتبه كاتبه سوريه كاتبه تكتب روايات لازم تجيبوا لنا غادة السمان. يا سلام عليك. يلا اختار رقم. نقينا نقينا فانوس لنشوف قديش رح تربح معنا. اسف اقوله. اختار معنا فانوس. مستحيل يوطوا صوت التلفزيون بدهم يتفرجوا لانه اللي قاعدين بدهم يتفرجوا. عشان هيك رقم أربعة. أربعة. 300,000 ليرة سوري مبروك. بعد الفاصل راح نستقبل ضيفتنا لسارة اليوم. نحن ما راح نطول عليكم. فاصل وراجعين. هلا صار لازم نرحب بنجمتنا لحلقة اليوم.
ضيفتنا اجت خصيصا من لبنان لحتى تشاركنا بحلقه اليوم بكاش مع النجوم، والكل ناطر يشوف طلتها وضحكتها وعفويتها المميزه بعد ما بصمت بقلوب جمهور الدراما السوريه. اهلا وسهلا بالنجمه اللبنانيه العربيه ستيفاني صليبا. ستيفاني صليبا الحمد لله على السلامه. ما تتوتري ما تخافي. نظمي اليوم بده يطلق نظميه، ما في مجال. منشوف اليوم راح. موافقه موافقه اذا هي ضربتي ما عندي مشكله. اهلا وسهلا ستيفاني. اهلا ستيفاني، الحمد لله على السلامه. ميرسي. كيفكن؟ كيف كانت السفره من لبنان لهون؟ والله بتاخذ العقل. وكيف كان النهار امبارح بالشام؟ عرفتوا فيه؟ عرفنا فيه طبعا. شفنا كان نهار بياخذ العقل. شو بدي اخبركم، شفت محلات كثير حلوه. رحت على سوق البزوريه، شو حلو. رحت حد الجامع الاموي. شلون شفتي العالم حابه المسلسل اللي انت هلا اشتغلتي فيه؟ يعني اذا بحكي ببكي. كل ما امشي كل وقت سماره سماره سماره، فينا ناخذ صوره، خبرينا، سلمينا على مولانا، سلمينا سلمينا على مولانا، سلمينا على الشيخ. فكل وقت سماره حابينك سماره، عم نتابع. كان في هيك كثير كومنتات مهضومه. يعني تجربتك حبيتيها بشكل عام بالمسلسل، رغم انه هي انا راح احكي شغله هلا من عندي هي ما لها علاقه الاعداد فيها، رغم انه انت بالنسبه لك هذا المسلسل يعني كان لا 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 ينتمي الى شكل الدراما اللي بيحبوه الممثلات اللبنانيات بصراحه. يعني خليني احكيكي بصراحه وبوضوح، انت من اول مسلسل لاخر مسلسل لابسه نفس الاواعي تقريبا. تقريبا بلا ميك اب، شعراتك يا دوب يعني نفس وهي شغله يعني كثير قلال الممثلات اللبنانيات اللي انا بعرف منيح انه بيقدروا يساووها. فبرافو عليكي من عندي. انا عم بقول لك تحيه وبرافو كثير عليكي لانك يعني سيف تجي منك مخرج هالقد مهم. ميرسي كثير، هيدي شهاده لإلي. ثانك يو. شو حابه تحكي لنا عن المسلسل وشو حابه تحكي لنا عن الشيء عن اللغط اللي صار حول هذا المسلسل؟ اللغط صار كثير في لغط. بدي اقول لك اول شيء تجربتي بسوريا انا بالنسبه لإلي من احلى التجارب لهلا. انا كثير مبسوطه، مبسوطه اكثر شيء بالجمهور السوري، بالشعب السوري اللي تقبلني. فعلا كان في اجماع، ما حدا قال لي ولا شيء نيجاتيف ولا كومنت بشع، بالعكس كان في مثل احتضان لإلي من قبل الشعب السوري، خاصه امبارح انا وماشي بالطرقات. يعني حسيت انه انا وحده منهم، حسيت حالي سوريه، هيدا بلدي، انا عم بمشي عم سلم على الناس. ما كان في هيدي البنت الغريبه يلي شو عم تعمل. أكيد. ابدا نحن شعب واحد، وهدول الاشخاص اللي بيطلعوا احيانا هن قله، يعني ما بتقدري تعممي التعميم للناس الطيبه والناس المحبه. اكيد. صح. واكيد بالمقابل نفس الشيء. صح. حتى اللبنانيين على فكره طبعا هيك. طبعا طبعا يعني انا مثلا واكيد سيف لما بنروح على لبنان نفس الشيء، الشعب الوسيط، الناس بتحبنا، الناس بتستقبلنا احلى استقبال. هدول اللي على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا. انت مرتجى، انت نجمه عنا بلبنان. بعرف. شكرا شكرا شكرا. انا يعني عليك بتعرفي شو هدول نحن ما بدنا دائما نعمم على حسب المواقع التواصل الاجتماعي. صح. ما بنعرف مين هذا اللي عم يحكي ورا صوره متخفيه، ما بنعرف مين هو. طيب التصريحات اللي صارت على المسلسل شو كان رايك فيها؟ انا عرفت انه انت عندك راي حابه تقوليه. صح. باي تصريحات صار فيك باللي حكى كاتب المسلسل واللي حاول يعمله يعني هو بعد ما نجح المسلسل. صراحه هذا الموضوع كثير زعجني وزعج كل صناع العمل وكل النجوم بالعمل، لانه اعتبرنا انه نحن ما بنمثل ابدا وما بنتبنى ابدا موقفه وارائه السياسيه. تمام. بالعكس نحن عم نقدم فن، نحن عم نقدم على موضوع ما ابدا ما خصه بالسياسه ولا بالتوجه. صحيح. السياسي حتى مضمون العمل. صحيح. مضمون. صحيح. العمل والمكتوب مش مثل ما هو كان عم بيقول ولا نفس التوجه يلي هو كان طلع وصرح فيه، حتى مضمون العمل. بعدين انا بدي اقول شغله كثير مهمه، انه الجهات الرسميه السوريه ساعدتنا كثير بتنفيذ هذا العمل. وسيف انت بتعرف يعني كان من المأذونيات اللي عطونا اياهم، وقفوا حدنا، ساعدونا، سهلوا لنا انه نحن نصور هذا العمل، فهن بيكونوا واقفين ضدنا. صحيح. يعني كيف ممكن يكون في هيك مسلسل ضد الجهات الرسميه وهي واقفه حدنا، فتحوا لنا السجن، وانت بتعرف سجن اللاذقيه هذا مش ذكار. فنحن بالعكس انا من هون بحب اقول لهم شكرا، شكرا انكم وقفتوا حدنا بالمسلسل، شكرا انكم دعمتونا، انكم سهلتوا لنا امورنا. وهن جزء كثير مهم من نجاح هذا المسلسل هن اصلا. طبعا طبعا. شكرا لك وسف على ستيفاني على هذا. هلا نحن ما حطينا لك عصير، جبنا لك متي. قال انت صايره بتحبي المتي، في هيك شيء؟
لأقول لك أنا ما كنت بعرف شو معناتها متى. إيه أنت رحتي على هالضيعة قعدتي فيها وصورتي قاموا هلكوكي العالم متى مو هي؟ يعني ما بعرف أهضم من هيك. رح أقول لك شو بالضيعة يلي صورنا فيها كلهم إيه؟ بحبوا المتى وبيشربوا متى، فأنا شوفهم عم يشربوا هيك شيء استغرب إنه شو هي؟ شو هيدا؟ أول مرة بشوف حتى المصاصة. مصاصة رسمي لكم شو؟ فقلت لهم شو هيدا؟ بيقوموا بيقولوا لي ما بحبها بحسها ما اسمها متى لتي. لتي. بس بتعرفي كلهم بيشربوا متى. بس هي قالوا لي ما بتعرفي شو المتى؟ مفيدة ما بعرف. قالوا لي ما بتعرفي؟ قلت لهم لا. على فكرة مو بس بهي الضيعة اللي عم تصوروا فيها، بكل الساحل وبالسويدة وبحمص ما كل عنا كل العالم بيشربوا متى. على فكرة نحن أخذناها يعني السوريين أخذوها منطقة القلمون تحديدا أخذوها على أمريكا اللاتينية. على الأرجنتين. مظبوط. آه يعني مو لا لا مو بالعكس مو بالعكس يعني ما يعني نحن مو نحن اللي جبناها نحن اللي اخذناها. ما فينا نقول لك لا رد عليكي بالعكس عندي لا. عندي الموضوع والله عندك انت من وين؟ لكن انا من يبرود. ايه صح شفت معناتها انا معلومتي خطا. نحن صدرنا رؤساء للارجنتين. لا هي تماما هي من الارجنتين وعن طريق جدي على فكره بالمناسبه كمان. نعم جدو ارجنتيني. ليش ما ضليت هناك انت؟ انا كنت هون لسه صغير كثير مشان نكسبك. طيب ستيفاني انت دارسه دراسات عليا بعلم التامين ودخلتي صدفه على مجال الاعلام، شو الصدفه؟ شلون صارت الصدفه؟ كنت الصدفه انه انا تخرجت وما كنت عم بشتغل فما كان عندي شيء اعمله، فاقترحوا علي انه ليش ما بتجي بتعملي كاستنج بالتلفزيون انه عندك وش حلو يمكن يلبق على الكاميرا. فكرتهم عم يمزحوا معي بالاول انا تلفزيون شو جايب لك؟ لا اكيد ما عم يمزحوا انه عندك وش حلو. لا ما عم يمزحوا ابدا بس انه انا شو جايب لك على التلفزيون؟ بروح بعمل كاستنج بالمزح وجد يعني ما اخذ شيء ابدا جدي. رحت وقفت بس ما بعرف شو بيعملوا بالكاستنج. شو بيعملوا بالكاستنج؟ ما بحياتي عامله كاستنج. قلت انا خفت وقوموا يسالوني شيء شو وقف قدام كاميرا. قال لا ماشي بس وقفي قولي شو اسمك. قلت انا بوقف قول شو اسمي. وقفت وقلت اسمي. حبوني. قال بتبلشي معنا التنين. هي كانت الجمعه تنين. قلت انا التنين شو سريعي بيجي التنين. بلشت. شو قدمتي اول شيء قبل البرنامج؟ للأمان رح اخبركم خبريه بتضحك. قبل التمثيل كان في بروجرام على شاشه الام تي في كنت اقدمه. فاول نهار طلعت كان لايف وبتعرفوا دائما في عنا شاشه الرتور. هلا انا كيف قضيت كل الحلقه اول نهار عم بحضر حالي على الرتور على الرتور فبشوف الكاميرا مان وقت عم بقول انه تطلعي على الكاميرا. طلع قلت له ليه عم يعمل لي هيك؟ ترى عم بيقول لي ما بقى تطلعي على الشاشه تطلعي على الكاميرا. بس هي هي مثل المستمعين بضلوا معلين التلفزيون مشان يسمعوا حالهم هلا اضافه للاعلام وتقديم البرامج لك قصه طويله مع الموضه عرض الازياء شو سر اهتمامك بالموضوع؟ هلا هو كل امراه عندها هذا الجانب بس انت عندك قصه يعني بشكل خاص. ليك رح اقول لك شيء. انا ست خياطه فانا ربيت بهيدا البيت يلي دائما في مجلات موضه دائما متبعه ست الموضه دائما عم بتخيط دائما في شك وفي برق. انا كثير بحب الشك والخرز والبرق وكل شيء بيضوي يعني اليوم مخففه بالعاده لازم يكون اكثر. بتحبي كثير 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 يعني عندي اخبار مع البربقه. بتعرفي في محل بطرابلس بلبنان هيك على الفيترين كله فساتين اعراس وفساتين زهر وازرق وكله بيلمع من بعد كيلومتر. هو الفساتين سهره وانا كنت صغيره فكل ما يجي العيد بدنا نشتري ثياب العيد اهلي ياخذونا على المحلات تبع الاولاد ما في شيء ببربق وبايات. وانا اقول لهم اهلي ليه عم بتروحوا تبرموا؟ ليه عم بتتعبوني؟ ما رح حول المحل ما رح الفساتين موجودين ليه عم تعذبوني؟ ما اقتنع انه هو فساتين عرس لا بدي البسهم. ولهلا بتحبي هيك؟ موت بحب. هلا مزبوط انه بعد مسلسل مثل القمر صارت تنحط مجسمات بشكلك على قوالب الجاتو تبع عيد ميلاد؟ عيد ميلاد وفي بوبين بتشبه قمر. كثير كثير الناس تاثرت بقمر ما بعرف ليه يمكن انه الشكل غريب ومش كثير كليشيه او متداول فالناس تاثرت كثير بقمر وصرت شوف حتى في عالم صار يعملوا شكل قمر ويبعثوا لي اولاد صغار يعملوا اعياد ميلادهم على التام تبع قمر. بس بتحسي حالك انه صار في نضج بين هي التجربة وهي التجربة طبعاً صح؟ طبعاً رح أقول لك شيء شكراً. أنا أول مرة عملت مسلسل مثل القمر. هي كانت أول مرة بتمثلي أنت مثل القمر؟ أول مرة ما بعرف يعني كمان هلا بخبركم شيء بتضحكوا علي. أنت مخرج وبتعرف كثير منيح بتعرف في شيء أوف يعني أوقات بتكون الكاميرا مش علينا بنسلم أنا ما أعرف ضل عم بعمل نفس الأداء كل الوقت ما أعرف إنه ريح ما معي خبر يلا فاتي كله. طيب بما إنه حاسك أنا مالك متعشية نحن ما رح نتأخر عليكي بالعشاء. جارتنا جابت لنا عشاء
مشان هيك نعشيكي هون عنا. يلا تفضلي جارتنا بالله، تفضلي فرجينا. انا بحب الاكل. ايه يامي شنكلي. جايبين لك نوعين للشنقليش. الشنقليش الممعوس والشنقليش القطع. لا هيدي قصة كبيرة. شو قصتك مع الشنقليش؟ هلا في عندي كذا شغلة. ميرسي كثير من إيديك. يعني سلمهم. رح أقول لك شغلة، في كثير أكل أنا موجود بلبنان، موجود بحطوه على الطاولة على الميزة عنا، بس أنا ولا مرة ذقتهم. ولا مرة جربتي؟ ولا مرة. في شنكليش وفي سمن البلد. عفواً إيه؟ عم بيقول له قرب 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 قرب. المخرج ليش خايف؟ قرب فوت كركب. وفلافل ما بتقربي عليهم هدول. كنت بلبنان ولا مرة ذقتهم ولا مرة اكلتهم. ما بعرف يمكن كنت حسهم كائن غريب موجود على الطاولة بخافي عضني، ما بعرف، مع انه هو اكل ميرسي. لا اعمل لك لقمه. لا اعملي له انت لانه انا ما عاد لي علاقه. خلص شي بيناتنا انتهى حبيبي. خلص طلعنا نظميه. خلص طلقته رسمي. طب خلص صار في اعمل لك لقمه. فهيدا الاكل يلي انا بلبنان ولا مره كان يستهويني، فجاه بسوريا دقته مع شقته. طيب الشنقليش طيب كثير بياخذ العقل. طيب انا بحبه مش مهروس. ايه هيك شاء لا 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 تقبرني حبيبي. تقبرني حبيبي انت تقبرني. سم الهاري حبيبي انت. والله لو سم الكرات بدي اكله. تقبرني بحط لك لقمه ثانيه. تقبرني تقبرني حبيبي انت. خليني افرجيك الغزل اللبناني شو بدك. خلص خلص ما زهقت؟ كلي كلي زهق. ما زهق؟ كلنا زهقنا. شو بدك انا نزلك على لبنان غير لك جو؟ والله هو صار لازمني، يعني بيني وبينك صار لازمني. حسيتك انا تعبان تعبان زهقان. تعبان وزهقان خلص غير شوي يعني. ما خلصنا وانا كمان بعمل هيك. خلصنا ايه يا قمر 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 واللعيب قمر قمر. شفتي شو عندي؟ ايه حبيبتي اصلا انا بحب السمر ما بحب الشقر. لحظه جماعه الاستديو هي مرايحه ساعه ورايحه انا بقيانه فتحبكوا محمد غنم فراس ادونيس مخرج ستيفاني. ستيفاني طمنينا عن فوكسي، شو اخباره فوكسي؟ وعم ما تع... ما ما تقدمي لي شيء، انت خايفه تحطي لي شيء تسمميني انا ما حنعمل لك شيء بعد. بس بس صحتين صحتين. بس طيبين طيبين كثير كثير فوكسي. طيب فوكسي فوكسي شو اخباره فوكسي؟ شوف فوكسي شو حيحبك بس يتعرف عليك. طبعا حيحبك. لا بحبك كثير. هو اصلا فوكسي ما بحب اللي شعره احمر. ايه ابدا ما بيستهدف. يا اختي فوكسي كله نظر. فوكسي كله نظر حيحب سيف. فوكسي الكلب تبعها. انت بتعرفي انه عملت له حساب على الانستغرام؟ بعرف تابعته. انت بعتيه؟ تابعت انا فوكسي احسن من كثير بشر حبيبتي. والله معك هلا حبيتك ما لك غيره. ست الستات اوعى تتركها. شايف اميره جمال حبيتك. وانا حبيتك يخرب بيتك. بس بس على فكره فوكسي بينباع وبينشرب سندويشه. بالله يعني اذا معك سندويشه انت بينسى ستيفاني وبينسى صاحبته وبيلحقك بصير بده بس بده ياكل. ايه والله هن بيقولوا الوفا من ميزه الكلاب. الا هذا الكلب. الا الكلب تبعي بيبيعها بسندويشه بلقمه مرتديلا بينساها وبيركض ورا. بيبيعني عنيه حتى لو ما في سندويشة عنية ببيعني بدل رايح. بحب بطنه شو بعمل؟ بتركني وبيمشي. طب باقي الحيوانات بتخافي منهم انت؟ مين؟ باقي الحيوانات. ايه 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 ليك فوكسي على فكرة هو مزبوط
كثير كثير كلب اخذ رهجته لانه هو معي وبضل معي وانا بهتم فيه كثير. انا فوكسي كمان في فتحت له بيج ببيع بنبيع ثياب للكلاب. بتبيعي ثياب للكلاب على الطريق؟ بس هيدي المحل او هيدا الشوب على اونلاين كل الارباح يلي بناخذها بتروح للجمعيات الخيريه حصرا. ايه برافو حصرا. حلوه ايه حلوه. فانا قلت بدي استفيد من كلبي ومن الشهره والناس بتحبه لحتى نساعد الجمعيات الخيريه ففتحت له هيدا ال والله بزنس. انا عم فكر افتح بيج لحدا بركي بستفاد منه. الله يبديكي بلعي. طيب قومي قومي للعبك شيش بيش بركي 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 بيهدى درسك شوي لانه ما شاء الله حولك من وقت ما شفتي هالشقليش ما عاد تهديتي. سيف امانه مو طيبين بس فعلا طيبين جدا حدي كاني خلفتكم بين بعض. طيبين كانه خلفتكم بين بعض ولا بعض. لا لا عادي هذا هاي قصه حياتنا هي نحن. هلا تفضلي بدنا نلعب العالم شيش بيش. يلا تفضلي تفضلي حبيبتي تفضلي اهلا وسهلا. ميرسي تحمست الفرقه كثير. ستيفاني شوفي هلا هلا نحن شوفي كل واحد رح منا رح يعمل زهر. تغير لونهم. ايه صار لونه اسود. اوكي ورح نتصل مع العالم ورح كل واحد منا رح نزت له هالزهر. نحن ثلاثه وشو عليك. بيجي وشو بيجي رقم بنضربه ب 20. ماشي يلا ماشي. ما كنت مركزه كان في اول متصل معنا. مرحبا مين معنا؟ بدنا نكبر. هلا مساء الخير. اهلا وسهلا مساء النور. كيفك شو اخبارك؟ والله يا هلا استاذ سيف كيفك؟ اهلين يا حبيبي كيفك ان شاء الله تمام؟ والله الحمد لله منورين بو. تسلم. مين معنا؟ معك شادي فواز ابراهيم. اهلا كامل شادي فواز ابراهيم. شادي اهلا وسهلا كيفك يا شادي؟ والله الحمد لله يا استاذ سيف. شو بتعمل انت شادي شو بتشتغل؟ والله عسكري بالمجزي. عسكري الله يحميك. انا راح ربحك باقه سيرياتيل المتميزه اللي فيها 25 جيجا بايت لمده 6 اشهر من سيرياتيل مجانا. مشكور استاذتي. وهلا رح نزت لك الزهر انا وستيفاني وشكرا ورح نشوف قديش رح تربح معنا. ايه يا راسي عم تحضرنا؟ ايه ما احضركم. يلا حلوه الحلقه عجبتك؟ اوه يا سلام. واه ان شاء الله. مرتك جنبك؟ مرتك جنبك؟ مرتك عسكري عسكري. مرتك جنبك. يلا واحد اثنين ثلاثة زتوا. ايوه عفوا ستة وستة 12 وثلاثة 15 يعني بيطلعوا 300 ألف ليرة. يلا خدي اتصال سوسو. ايه يلا الو. وليه على الو؟ الو الو مساء الخير. مساء النور. مين معنا؟ يا برني هالوش. مساء الخير. مساء الخير. مين معنا؟ علي سليمان مدهي. علي يا اهلا وسهلا فيك علي. اول سؤال بدي اسالك اياه. انا ولا شكران؟ شكراً. لا لحظة 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 أنا ما حربحك ولا دولار صفر. خلاص حبيبي 100,000 100,000 والله 100,000. يلا 100,000 قبل ما نلعب. ما بدنا نزت له الزهر. نزته و 100,000. ايه 100,000 زيادة. الله يخليك. يلا واحد راسي. واحد اثنين يلا زتي 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 زتي. يلا حسن زغري فايتة على نحن جيتي بآخر حلقة. واحد اثنين ثلاثة طارت طيارتنا من البرامج سبحانه. أربعة وأربعة ثمانية وتسعة تسعين مية وثمانين ألف ومية ومية تبع شكران 280,000 يعني 300 ألف ليرة. الله معنا اتصال كمان. بنقول ألو. ألو عم بتقلديني. ألو مين معنا؟ عمين بيعرف كله. ما سمعنا شيء. مين معنا؟ أنا عمين بيعرف كله. علي كمان. علي. هاي علي. هاي. هاي. هاي يلك. سافا؟ مش معقول الغيرة مش معقول. سافا علي؟ هاي علي كيفك؟
الحمد لله نشكر الله شكرا كثير على البرنامج الحلو. ميرسي كلك بارك منور البرنامج. انت تعال هون احلى والله هيك احسن. صفا علي الو ايوه صفا الحمد لله الحمد لله يلا يا علي. علي منين عم تحكينا؟ علي انا من مدينة حلب. من حلب على راسي لخيو. خلينا اياك ويطول عمرك. عم تتفرج على دقيقة صمت ولا ما عم تتفرج؟ لا عم نتفرج عليكم. هلا هلا عم نتفرج عليكم. احسن شيء. شو بدك تتفرج عليكم؟ يلا واحد. انا كل الشكر كل الشكر انه ربحوني سمة مالك مين؟ مالك مين؟ اول الاتصال. ايه لا لانه ربح سلة مالك مين. مالك مين؟ عم بيحكيها باللبناني. ميلك مان. ميلك مان يا علي. ميلك مان خلاص لعيونك سلة ميلك مان. وهلا رح نزت لك الزهر. واحد اثنين ثلاثة. اثنين. ستة واثنين 980,000 يعني مساوية 250,000 ليرة. مبروك. يلا أنا حأقوم معنا لسه اتصالات. ألو 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 بونسوار. بونسوارين. مين معنا؟ إيمان أحمد سليمان. مين؟ إيمان أحمد سليمان. إيمان مرحبا. إيمان شو وين معايدة بكرة؟ إيمان لا اكتمال. اكتمال اكتمال اكتمال. وين معايدة بكرة؟ اكتمال حياتي بكرة ما عندنا عيد. إنتوا عندكم عيد بكرة؟ نحن بعد بكره. طب بعد بكره وين معايدي؟ بعد بكره ما عم تسمعني. ايه مايك ما تسمعي حياتي. ليكي الو الو ما فيك توقف حد. عم تتفرجي علينا؟ الو شايفتينا؟ شايفتينا انا وسيف ما معنا ضيوف اليوم. يلا يلا عم تحضرينا؟ يلا 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 رح نزت الزهر. شو قديش رح تربحي معنا؟ هم تسمعينا. يلا واحد اثنين. فيها سلة ملكمان هي. يلا سلة ملكمان رأس راحت باتجاهك وهلا رح نزت الزهر. واحد اثنين ثلاثة. يا سلام. 6 و6 12 و4 6 و6 12 و4 قديش بيصيروا؟ ما تعرف يا حاج يقدرني. ايه 230 يعني بيصيروا 300,000 ليرة. ما تعرف حد. واو مبروك. لا 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 بيصيروا 350,000 ليرة. مبروك. بلش يضيع. ما شاء الله انت ملاحظ لي الاستديو عامر اليوم يخزي العين. ما شاء الله كاميرات. استاذ ابراهيم ما شاء الله الشباب يخزي العين. يا اهلا وسهلا. كلهم كتب اسمه. كلهم كتب اسمه والله لا يخلي ليلتكم انس بكره. طيب نحن رح نروح هلا على فاصل وراجعين. أهلين وسهلين. يا أهلين وسهلين يا جارتنا. كيفك؟ آه شو بدي أحكي لك؟ قلي لي أختي قلي لي. لك شو بدي أقول لك؟ لقلك ينقال قواله هالنظمي والله جنني والله جنني والله ورجاني نجوم الظهر. يبعت له حمى ليه؟ شو في؟ ليك تقبريني لا تسبي. أنا بسبه بس أنت إذا ممكن ما بتسبي. طب خلص طبي. أيوة. طبي هالفنجان. طبي طبي هالفنجان. أنا عم قلك طبي. خليني أشوف لك شو في بالفنجان. طبي. الله يخلي لنا ياكي إلهي. طب لا شوف لك بختك ونصيبك. عم تروحي على لبنان؟ لا والله ما عم بنزل خلص حبيت القعدة هون. يا ميت أهلا. تأقلمت بالجو أكتر هون. مبسوطة كتير. ايه والله مبسوطة قد الدنيا هون. بعدين هون في شو في؟ شنجليش. في شنجليش طيب. ايه في
تيني تيني اقرا لك تيني دقيقة علي ان شاء الله. ايه 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 ماما بعرف قلبي ناقصني. قولي قولي على قامتك نظمية، قولي على قامتك، قولي على قامتك ان شاء الله يا رب. قولي على قامتك. روقي روقي شوفي، شايفت لك شاب مثل القمر، عيون زرق شعر اشقر، والله بجنن ما شاء الله ما شاء الله من لوج. هذا نظمي يقبرني ان شاء الله. ايه والله هيدا نظمي، هو بس لو ما كان نزق شوي. بس انتبهي يا نظمية يا اختي، شوفي لف عليه حي براسين، شوفيها شوفيها حي براسين براسين براسين. خلنا نشوف لك احسن. بيض بيض الفيل، بيض الفيل اختي نظمية، بيض الفيل. هدول بيطلعوا عندكم دولار، خدي دولار. خليك ما بعرف هلا الدولار بديش على علمي، والله ماني عارفه. ما بخليك خليني اشوف. يلا والله عندك كونا، ولي على هالحي ولي على الحي. الله لا يوفقها، الله لا يوفقها لك، الله يبعث لك العشرة سوا إلهي، نار وبارود ونار، الله لا يوفقها. امين. باح وكرسي اعطيني من الاخر بس تدعي عليها، ودين وغضب الوالدين. آمين. ان شاء الله بتلاقي ولا بتلاقي. ليكي ليكي ولك شوفي هيدي من ابومي، شفتها للبومة، شايفتها شخصي للبومة، ما في داعي تفرجيني اياها بالفنجان. طلعت لي البومة سابع اقدارك. بده يطلقني ولا ما بده يطلقني؟ طولي بالك. بقيانا نهار، أنا خايفة من هنهارها. إيه والله شايفي إشارة، وليكي بعد هالإشارة شايفته لنظمي طايحة بطيارة، عندك طيارة شوفيها؟ عندي طيارة؟ عندك طيارة، بس شايفته بيرم ظهره لإلك يا نظمية. دبري حالك، بيرم ظهره رايح بالطيارة، شكلك منك موجودة معه. رايح بالطيارة ولا بالسيارة؟ والله رايح بالطيارة. أنا بيني وبينك بخلي عيوني عشانته، ضب الشنط وخلي عينك عليهم، لأنه بتعرف يا ساعة بيحمل حاله وبفل. شكله هربين يا نظمية، شكله هربين. هيدي الحية، هيدي الحية، عنده وحدة حية شقرة وحية سمرة. أنا كهين يا نظمي، وأنا كهين يا نظمي، وأنا كهين. وانا كهين يا نظمي، عينه بيضة. ايه ابدا منو هاي النظمي. لا شب حلو كمان، عينه بيضة كأنه عينك من نظمي. لا اعوذ بالله اختي، انا عم شوف الفلفل، انا عم شوف الفلفل، جاي تاخذيني جوزي. انت شوفك رح تعالي خلصوني من هيك مجنونة. سلمي على عزيزي. رح تروحها، رح تروحها. بدك تسلمي على عزيزي. قال الله لا يوفقنا الهي. خرب بيتك، جايه من اخر نحن ما اجيتي اول حلقه. شو بخيله والله، فنجانك بخيله. عطتني دولار، شو بخيله. لا 3 دولار هذول بيطلعوا 3 دولار. هاتيهم للرجعون لصاحبهم، هاتيهم هدي روقي ليطلعوا. هول هن، هول هن. ليكي 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 في ليكي في قدامك وادي. إيه؟ باذن الله رح تسلتي فيه والله ما عاد يطلعك منه. شايفه ليك، شايفه الوادي. شفتك يا نظمي بالفداك، فداك فداك. ايوه ديناهم هدول. لا احكوا لكم كلمتين لبين ما اجي، بس بشوف من هون. ها هلا رح نلعب مع المشتركين اللي بعتوا كاش على الرقم 1000 من اي خط سيره اللعبه جاوب بالحرف. بتعرفيها هي اللعبه ستيفاني انت؟ لا. هي اللعبه لما كنا صغار كنا ننقي مثلا حرف وبدنا نطلع عليه اسم نبات جماد بلاد. انسان حيوان شيء. ايوه يعني هيك شيء، انسان حيوان شيء هيك. انا بخاف منه بس انت بسارة بخاف منه. لا ما تخافي ما تخافي، عنيفه شوي حسيتها. لا تخافي لا تخافي لا تخافي، ما بتقدر تعمل شيء. طالعين هوا على بس حيوان مباشر. مين بده يعمل؟ يعني في حال صار شيء ما صار نحن من على الهوا. ايه نحن على الهوا مباشره. لا لا تخافي حبيبتي، بعد الهوا بلاقيك يا عم بالاستديو. انا هربيني على بلدي بعد الهوا، انا مبوعه بايدي. اهلا وسهلا فيكي، انت هون بلدي. هون بلدي. شجعوني حسسوني انه انتم معي مش معي. يلي بيرميكي بورده بنرميه بالنار. حبيب قلبي ابن عم. ايوه يبعث لك عمّا انت يا حوانت الاكل اللي كندول اكياتي كلها 29 يوم. ايه سيدي رح نلعب لعبه، رح نجرب اللعبه معك. اعطونا هالدولاب لنجربها مع ستيفاني للعبه. اكتبوا لنا نشوف الحرف اللي رح يطلع له. خذ على الحرف، حرف الطاء. طلعي لنا هلا بدك تطلعي لنا اسم بحرف الطاء. طه. طه ضابط. بلد بحرف الطاء. طهران. طهران برافو عليكي. جماد. جماد شغله جامده. طين. طين
طاولة يلا. سعد. وفي ايه. شيء ثاني حيوان. حيوان طاووس صح. انا صح. فكرت فيها والله مش عم حدا عم ينقلني. هلا نبات. طاجن. لا طاجن جرستني. طماطم اذا بدك. ايه. ما حدا نقلك ابدا طماطم. تين لا شو نبات. تين هي تين عم زبطها. تين اذا حدا لبناني عم بيقولها تين. هي باللبناني تين هي طين اصلا. تين اصلا تين بس نحن عنا تين. طيب اول رابع معنا. مرحبا مين معنا؟ مرحبا. الو فصل الخط. ناخذ اتصال ثاني بيرجعوا بيحكوا الشباب. مرحبا. ايوه اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك فريان كاظم اسماعيل. الاسم مره ثانيه بالله. نعم الاسم مره ثانيه. اسم فريان كاظم اسماعيل. فريان اهلين يا فريال. كيفك شو اخبارك؟ نعم كيفك شو اخبارك يا فريال؟ معكم. كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله سعيدكم. كيفكم انتم؟ والله تسلمي لي يا رب. منين عم تحاكينا فريال؟ نعم منين عم تحاكينا يا فريال؟ من طرطوس. اهلا وسهلا فيك وباهل طرطوس. فيك اكثر يا رب. بدي اروح على طرطوس والله. ايه فريال. نعم بتعرفيها هي اللعبه اللي بدنا نلعبها هلا؟ يا فريال. نعم يا فريال. نعم نعم سامعتك. بتعرفيها اللعبة اللي بدنا نلعبها هلا؟ نعم اللعبة اللي بدنا نلعبها هلا يا فريال بتعرفيها؟ عطونا ايه عطونا عطونا هالدولاب بالله يا شباب يا جرافيك. ايه بعرفها ايه. يلا هلا رح نقي لك حرف وبدنا نبلش. وانا استئذانا من سيرتيل رح خلي على كل جواب بدال 50,000 75,000. ماشي. قالوا لي ايه. يلا هلا حرف الكاف. عطينا اسم بحرف الكاف. كاظم صح. 75,000. بلد بحرف الكاف. كاظم مشي حاله. اسم كمان بلد. نعم بلد بلاد كرواتيا. نعم بلد مدينة بحرف الكاف. كرواتيا صح. برافو عليكي. صاروا 150,000. جماد بحرف الكاف. جماد وين بتعدي؟ على شو بتعدي؟ على بصوت جماد. كرسي. على شو بتعدي وقت بتعدي على الطاولة؟ كرسي يا عين عليكي. صاروا 225,000. حيوان بحرف الكاف. كلب فوكسي. شو فوكسي؟ كلب. صاروا 300,000. نبات بحرف الكاف. مثل البقدونس. كزبرة. يا عيني عليكي. 375,000 يعني 400,000 ليرة. معنا اتصال جديد بنقول الو. ولي هلكتني فريال والله. الو الو مرحبا. مين معنا؟ فاتن بلول. اهلين يا فاتن. عم تحضرينا؟ ايه اكيد. حابة الحلقة؟ ايه اكيد. تحبي تمسي على ضيفتنا الحلوة؟ ايه اكيد. يلا مسي على ستيفاني. مساء الخير. كيفك؟ الله يسلمك يا رب. شلونك انتي؟ ماشي الحال. عم تحضري؟ يسعد مساك يا رب. منورة. ثانك يو. ميرسي. عم تحضري دقيقة صمت؟ ايه مش عم دويلة. حلو السؤال. حلو والجواب حلو. عم تحضري دقيقة صمت المسلسل؟ ايه اكيد. طيب يلا لكن بدنا نربحك. ودورك حلو كثير. ودورك حلو كثير. ميرسي كثير. ثانك يو. كلك ذوق. يا سما يلا بنفتل نشوف فاتن شو راح يطلع له حرف. بدنا نربحها كثير. ايه هلا كل جواب 75,000. شكرا كثير.
حرف التاء. شو بيطلع حرف التاء؟ يلا أول اسم. تالا. 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 برافو عليك. 75,000. بلاد. تونس. برافو عليك. جماعة. 150,000. جماعة. تنك. 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 شو تنك. عم تساعدك ستيفاني. تنكي. تنك. تنكي. تنكي. يا سلام. حيوان ما في أسهل منه. 250,000. الحيوان ما في أسهل منه. حيوان. قرايبه للحمار. لا تمساح. تمساح. كل ما تقولوا تمساح. 300,000. نبات. نبات. شو ما دخلني تصفلي. 375,000. يا رب 100,000. برافو برافو. وانت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري قد تلمي يا سياري يا بوسين الماء قد تلمي يا سياري يا بوسين الماء كذا يزيل وانت احلى جل من سواك يا غاري. مرسي مرسي نظمي. عزف لون عزف لون. مرسي نظمي كلك عزف لون. بدك تسلم على عزيزة انت والله يا عفيف. خدي تليفون ستيفاني. الو رابح جديد مع ستيفاني نيالو تفضلوا. الو بونسوار. يا من بونسوار. مين معي؟ ياميت بونسوار. ياميت بونسوار. مين معي؟ يامن. يامن جامن من حمص المزارة. مين؟ يامن. يامن. يامن جامن حمص المزارة. يلا يامي جاهز انك تربح الليلة؟ ليلي ليلي طب. يلا بنروح على قبل بدي اعرف عم تحضر دقيقة صمت؟ لا ما عم تحضر دقيقة صمت؟ ايه عم تحضروا؟ عسكري عسكري. اي بس عم تحضر المسلسل ولا ما عم تحضره؟ ما عم بيصح لك ما؟ اسمع النجوم. طيب خلص عليا عم تحضر كاش مع النجوم كل يوم؟ الو عم تحضر كاش مع النجوم كل يوم؟ لا ما عم بحضر 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 يامي 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 لا كاش مع النجوم ولا دقيقة صمت. طيب خلص أكيد رح تربح. إيه بس رح تربح معنا أكيد رح تربح. ما حدا بيروح من عنا زعلان. يامين يا يامي يامي بعد في آخر حلقة بكرة من دقيقة صمت لحق حالك وحضرها. حلقة صمت؟ إيه آخر حلقة. ايه كانه ما له شغل المسلسل ابدا. يلا ما احلاك يا يامن. يلا خلينا نروح على الدولاب. يامن يامن يلا افتلوا لنا الدولاب لنشوف شو راح يطلع لك حرف يامن. حرف الحي هلا شوف. الو ايه خليك معنا يامن خليك معنا. عيدوا لنا عيدوا لنا اياها هلا طلع حرف التاء. رجعوا افتلوا لنا اياها. عيدوا لنا اياها. ايه يلا هلا راح يعيدوا لنا. صار له زمان ما طلع حرف الحاء. انا بقول شيء شيء. دقيقة يامن خليك معنا شوي. نحن دائين لك لا تخاف ما يعني قد ما طولنا. حرف العين. حرف العين. اسم. حرف العين. اسم. اسم بحرف العين. نعم. أعطينا اسم بحرف العين. عصام عصام. عصام 75,000. يلي بعده بلاد. عميد عصام. عبد فهد. عرسال. وين؟ عرسال. عرسال. عبد فهد. عبد فهد. مع كينيا. بلاد. 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 نعم. لقيت بلد بحرف العين. حرف العين. ايه. ما عمان مثلا. سلام. عمان بتزبط. عماد عماد. عمان ايه. كمان عماد. ايه عمان. يلا يلا. صرنا هلا 150,000. جماد. جماد شغلة جامدة بحرف العين. حرف؟ ايه جماد. عصاي عصاي. عصاي صح. عصاي. هاي 225,000. حيوان. عصفور عصفور. عصفور صاروا 300,000.
نبات 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 عم يساعدوا رفقاته. عنب 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 يا عين عليك 400,000 ليرة. نحن هلا رح نروح فاصل. قولي لهم حبيبتي وراجعين. قولي لهم وراجعين لهون. فاصل وراجعين طرونا. اكتشفنا ستيفاني انك انت بتحبي الرقص كثير، رقص الصالونات والرقص الشرقي، شو سر الحب للرقص؟ من انا وصغيري كانوا يسالوني دائما بتعرف شو بدك تعملي بس تكوني كبيره؟ فكان رقاصه. كان طموحي يكون رقاصه. يا سلام. انت بدك تشوفي بس رده فعل اهلي مثلا قاعدين كلنا واختي مهندسه وشي حكيمه بتعرفي الاولاد صغار وانا رقاصه. دغري طلعوا باهلي، اهلي ما بيعرفوني متبريين من الجواب اللي طلع. فدايما كان عندي انه بدي اكون رقاصه، بحب الرقص، بحب التياب، بحب كثير بس طموحي ما تحقق. طيب. هلا احلى شيء بالتمثيل انك انت بتعملي كل المهنه اللي ممكن كنتي تحلمي فيها. نحن رح ندعي لك يجيكي دور رقاصه يا ريت، مشان انه بركي هيك بتحقق جزء من حلم طفولتك. ان شاء الله مع الاستاذ سيف. ان شاء الله معي. ان شاء الله يا رب. اذا رجعنا وانا الطبال المهم تضلي معنا بالمسلسل. ان شاء الله. نحن هلا عاملين لك تحدي صغير لنشوف اذا رح تعرفي هالرقصات او لا. اول رقصات تفضلوا. برافو برافو. شو هي الرقصة يا ستيفاني؟ حذرتيها؟ ولا واضحة. واضحة كثير. شو هي؟ تانجو. يا سلام تانجو. برافو عليك يا رب. طيب هلا رح نكشف للناس شو انا هي بعرفها. لافيسيرا. لافيسيرا تذكرتوا دعايه لما تفكرها لافيسيرا. شو لافيسيرا؟ بعدين هي قصة لا يعرفوها الا السوريون. دعايه قديمه ما بعرف شو. احكي لها احكي لها. هلا الراقصين رح يجهزوا لرقصه ثانيه عشان احصلك عليها، وهلا بحكي لك بالفاصل شو قصه لافيسيرا. بس نحن بدنا نعرف الناس شو جواب السؤال اللي ساله نظمي لنظميه ببدايه الحلقه.
الفيلسوف السوري الفينيقي، الجواب كان رقم واحد زيتون الرواقي. أيوة. رح نشوف مين الناس اللي جاوبت على هذا السؤال ورح يربحوا معنا أول نص مليون ليرة. رح عندي اقتراح. شو هو؟ ممكن تدقلنا أمي وقفي تفضلي. أنا؟ طبعا. شو هي ترقصي شرقي؟ الله يستر. حال ستوب. الله يستر. لأنه قال بتعرف ترقص شرقي. تفضل أستاذ عفيف. عم بتعرف ترقصي شرقي؟ يعني كنتم مع الفرقة. طيب. يلا. ليش هي بترقص هي الشرقي اللي بتقصي؟ يلا. يلا واحد اثنين ثلاثة. بروح على البيس. شوني معكم؟ ليكي بس توقفي. بس وافي خلاص. هلا في حدا هي. في حدا ربح وراكي 0969662986 بيربح معنا نص مليون ليرة. يلا كملي. سحب جديد. خليكي مثل الاهات والاوفات. خلاص هي بدك بس مرة. ايوه يلا نبلش. هديني ولا فرجي. برافو. لا توقف لا توقف لا توقف. بس يا روحي بس. بس خلاص. 0994630515 بيربح معنا نص مليون ليرة. تفضلي. ميرسي. شكرا لك على رأيك. اول مره برقص بحياتي هيك. اول مره على الهواء. اول مره واخر مره. واكيد اخر مره. اخر حدا رح يربح لانه جاوب على سؤال نظمي للنظميه هو انا برقص راس السماء. لا 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 لك لا صفر تسعة تسعة سبعة. لا بدأ تعمل بدأ خليه ترقص. نحن على الملايين على الملايين والله. ايه لا رأسك رقص على الملايين. صفر تسعة تسعة سبعة اثنين اثنين صفر تسعة خمسة تسعة بيربح معنا نص مليون ليرة. بدي شوفك عم ترقص. بدي شوفك عم ترقص. بدي شوفك عم ترقص. بغار عليك. بغار عليك. بغار عليك. بغار عليك. هو لأنه بغار علي فما حبني إني أرقص. أيوة. يلا الرقصة الثانية. مشان العالم بيكون ناطف قلبه عم يكتب هالارقام وكله بده يطلع رقمه. طبعا هلا التحدي الثاني. هلا الرقصة الثانية جاهزة؟ الرقصة الثانية يلا. يلا بدنا نشوف التحدي. الرقصة الثانية هلا شوف اذا رح تعذريها. شو هذا النوع من الرقصة؟ يلا منبلش. 5 4 3 2
برافو برافو برافو. هاي الرقصه شو بقى؟ سلسة ما هي سلسة. يا سلام برافو. واو شكرا واو. كثير شكرا ولتا. كثير والله يعطيكم الف عافيه. طيب نحن هلا رح نروح فاصل وراجعين. بعد كاش خلال هذا اليوم على الرقم 1000 من اي خط سيرياتيل اكيد ناطر وفارغ الصبر السحوبات الكبيره. بس قبل ما نبلش نساوي السحوبات بدنا نشوف كيف استلموا الرابحين بالاسبوع الماضي جوائزهم بمركز ريد على اوتوستراد المزلي بهالتقرير التالي. شكرا وسيف مونتيف احلى لمه سوريه. شو طلعت تسوي نظامي؟ انا والله كنت حلمي انه دوم العب العاب سيارات وسيارات سباق سيارات وحلمي انه يكون عندي سياره والحمد لله انه سريتيل حققت لي حلمي. يا سلام يا ريت كل احلام هيك تتحقق. ناويه تخلي هذا الشيك معك ولا مع جوزك؟ لا معي. سنتأمني عليه اكيد. هون عائله كامله والربح برهوم. كيفك يا برهوم؟ الحمد لله. شو ناوي تعمل بالمليون؟ رح تخليها معك ولا تعطيها للماما تقول لك اخبي لك اياهم؟ بعطيها لماما ودا سجل معهد فرغت فيهم هي؟ عم تشوف مثل ما عم شوف؟ اي طبعا اكيد. شايف كل هالملايين اللي قدامك؟ كل هالملايين جبال. شو ناوي تعمل بالمليون؟ والله نحسن وضعنا شوي نفتح فيهم مشروع صغير يعني مو اكثر من هيك. شوية تصليحات البيت، اغراض للبيت، تجيب غسالة، بدي اعمل عيوني عملية، غير موبايلي. صراحة أنا كنت بالبيت وصل لي عن فترة قاعد وما في شغل يعني وكنت بيرك بالبيت يعني والحمد لله يعني رب العالمين بيرزقك بيشوف كاش يرسل لأنه عن جد بيحقق الأحلام. الحمد لله الله تم علينا. شكرا كاش مع نجوم والسريتين. هاي أنا بكاش وما أقبض كاش. ناوي تشارك بموسم الجديد من كاش مع نجوم؟ أكيد أكيد. نشكرهم كثير على البرنامج الحلو لأنه أعطتنا أمل ودعمتنا وخلتنا نتفائل كمان. إن شاء الله من نجاح لنجاح سيرياتيل. عم يعطوا المرابح لكل العالم وكتر الله خيرهم والله يعطيهم ألف عافية على البرنامج الحلو لأنه برنامج مصداقيته عالية. هلا نظمي رح يطلق نظمية آخر حلقة؟ أكيد لا. ليش أكيد لا؟ ما بيستغنوا عن بعضهم. ما بيصير برنامج بلاها. نظمي كمان عقله كبير يعني مو صغير حتى يطلقه. كاش مع النجوم. شكرا وسيف مونتيف أحلى لمة سورية. سمعتي شو قال له؟ قال له نظمي عقله كبير ما راح يطلق نظمية. معه حق. عنده جوهرة لأنه بس ممكن يجيب عليها ضره. يجيب ياقوتي الماسة. طيب نحن اتفقنا. رح نبلش أول سحب هلا على أول مليون ليرة لكل حدا بعد كاش خلال هذا اليوم على الرقم 1000 من أي خط سيرياتيل وبنبلش. صفر 9 9 4 0 5 8 1 7 6 بيربح معنا مليون ليرة. شو ما بنقول يا معنا؟ بدأ واحدة أحمى على المليون. بدأ واحدة أحمى. لقولنا واحدة أحمى. يلا. المليون الثاني راح يربح الشخص اللي بعت كاش خلال هذا اليوم على الرقم 1000 من أي خط سيرياتيل. يلا ستيفاني. 0 9 3 3 0 5 2 7 1 1 وبيربح معنا مليون ليرة. لعبك يعجبني يلعب I'm
الشخص الثالث اللي راح يربح مليون ليرة إنه بعد كاش خلال هذا اليوم على أي خط من سيريا تيل على الرقم 1000 هو صفر 93-888-5278 بيربح معنا مليون ليرة. الشخص الرابع اللي راح يربح معنا مليون ليرة هو صفر 9-9-2-1-1-5-1-7-4 بيربح معنا مليون ليرة. تعالي المطايا حلوة تعالي. الشخص الخامس راح يربح معنا مليون ليرة هو صفر 9-9-3-1-3-6-1-6-3 بيربح معنا مليون ليرة. ألف مبروك لكل اللي ربحوا معنا اليوم. ربحنا بهالحلقة أكثر من 10 مليون ليرة كاش. ونورتنا بهالحلقة النجمة الحلوة الأمورة ستيفاني صليبا. في هدية بسيطة من برنامجنا نحن مشان نضلي تتذكرينا وتذكري هذا اللقاء ستيفاني. نحن جايبين لك شار بروكار دمشقي أصيل. واو يعني هذا كثير حلو. حلو ميرسي كثير. ميرسي كثير بياخذ العقل. ثلاثة ما أحلى. رح دغري حطه هلا. كيف إن شاء الله انبسطتي معنا بالحلقة. يا سلام شو حلو هالشال فعلا شيء حلو. هيك حلو هيك. إن شاء الله ألف مبروك. خلص أيوة. حخليه. تمام. كتير حلو. بدي أقول لكم ميرسي كتير. شكراً بتاخد العقل. Thank you. وأنت مثل ما قلت لك نجمة بلبنان وكلنا بنحبك. حبيبتي شكراً إليك. ميرسي كتير. ميرسي عن جد. نورتينا. ميرسي ومبروك لكل يلي ربحوا. وعن جد يعني كنت عم اقول لك قبل شوي انت صرت عنوان للمصاري. المصاري عنوان للربح. فكل ما هلا حيتذكروك الناس حيتذكروا انت شخص يلي بتهدي وكريم. ان شاء الله ان شاء الله دائما نكون مصدر سعاده للناس. وانت عنوان للجمال. واهلا وسهلا فيكي. نورتينا ببلدك الثاني سوريا. فعلا بلدك مو بس للجمال. اثبتي موهبتك واثبتي قدرتك على التمثيل. الف مبروك. ميرسي كثير. ميرسي. رقم 1000 من اي خط سيرياتيل لانه الملايين ناطرتكم وكثير حاسديني على الضمه هلا. موعدنا بكره بنفس الوقت الساعه 9 المساء. خذوا الكاش والله معكم. سيارة؟ لا في 12 سيارة مو بس سيارة واحدة. وقال في مفاجأة؟ ايه والله في مفاجأة.
كبيرة كتير. وقديش في مصاري؟ يا لطيف، أكثر من شي 500 مليون.